وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أن المؤتمر لم يحدد جلسة التصويت على رفع الحصانة على ثلاثة من أعضائه، وأشار في اتصال هاتفي مع قناة ليبيا الحرة إلى أن مكتب الرئاسة اجتمع مع لجنة العدل وسيتم رفع تقرير للمؤتمر العام في جلسة الأحد القادم. حقيقة اليوم اجتمع مكتب الرئاسة مع لجنة العدل ونظروا في الموضوع، والآن سوف يرفع تقرير عندما يتم الانتهاء ويتوصلون إلى النتيجة. سوف يرفع تقرير إلى المؤتمر الوطني العام، لم يحدد بعد الجلسة التي سوف يرفع فيها التقرير إلى المؤتمر الوطني العام. ستكون جلسة الأحد القادم جلسة مخصصة لاختيار النائب الأول ومقرر المؤتمر حسب ما تم الاتفاق عليه. عندما ينتهي التقرير سوف يحال المؤتمر الذي يتم التصويت عليه بالأغلبية، وبعد ذلك إن حظي طلب هذا، يعني هذا افترض أن مكتب الرئاسة أوصى بأن يتم رفع الحصانة، سيحال الأمر إلى المؤتمر ويتم التصويت عليه. إن تم رفع الحصانة يستطيع النائب العام اتخاذ إجراءات في تحقيق معنويات. أنا العادي لم أسمع سؤالك جيدا، لكن ما يعنيني في الموضوع هنا ليس هو نوع القضية، إنما هو طلب وجه للنائب العام. طبعا مهما كان هذا الطلب، هو طلب برفع الحصانة مهما كانت أسبابه أي نوع القضية. يحال إلى المؤتمر مكتب الرئاسة لأن الأمر يعني خطير وبحساسية، يستطيع أن يتحرى عن هذا الأمر، ويستطيع أن حتى يتحرى حسب اللائحة إن كانت هناك قواعد حزبية أو غيرها، يستطيع مكتب الرئاسة أن يتحرى ثم يقدم تقريره بعد أن يتحقق بالوضوء، يقدم تقريره إلى المؤتمر بنتيجة معينة، ثم بعد ذلك يحال إلى التصويت في المؤتمر.